حابة أوضح شيء. وايد قاعد أشوف إنه قاعد يتم تداوله في صفحات السوشيال ميديا ومن بعض الصحفيين وبعض وبعض وبعض. حابة أوضح شغلة عن حقيقة إن الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله قاعدة تحضر حق عمل حق رمضان القادم. أنا باتصالي عليها بشكل شخصي أكثر من مرة، مرة ومرتين سألتها، وكان جوابها لي إنها هالسنة راح تعتذر عن أي عمل وما راح تصور ولا عمل ولا اختارت أي مسلسل نهائيا إلى أن تخلص جائحة كورونا. أوكي، حرصا منها على صحتها وعلى صحة عائلتها، خوفا من أن تروح ممكن مكان التصوير وفي عمال وايد ممكن تلقط من خلالهم كورونا، فبالتالي فلسلامتها وسلامة عائلتها فهي قررت أنها ما تشتغل هذه السنة. غير حقيقي نهائيا حكاية أنه يتم تداول أنه هناك في عمل راح تشتغل الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله من تأليف الرومي ومن إخراج منير الزعبي. يمكن منير الزعبي قاعد يروج هذا الشيء، عيب يسترزق شوي رشين. ما فمتأمل خصوصا يعني انه راح الموسم وما قدر يدش الروح والريه، فمتأمل انه بعمل ثاني. ريح نفسك، ما في.